نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم، وعندما نأتي إلى العترة الذين هم عدل القرآن بنص حديث الثقلين، هل أنهم القرآن الكريم والعترة كان دورهم المعرفي يتلخص في بيان الحلال والحرام فقط، أو يتكلم عن جميع المنظومة الحياتية التي يحتاج إليها الإنسان لإصلاحه ولإيصاله إلى الله؟ أي منهما؟ لا أتصور أن أحدا يستطيع أن يدعي أن القرآن الكريم يختص بأحكام الحلال والحرام، بل هم يصرحون أنه لا تتجاوز آياته من 500 إلى 1000 آية مرتبطة بالحلال والحرام، وباقي الآيات في ماذا؟ في العقائد وفي الأخلاق وفي التاريخ وفي الاجتماع، يعني كل المنظومة الحياتية التي يحتاجها الإنسان ضمنت أين؟ في القرآن الكريم. سؤال: هل أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام معارفهم كانت مختصة بالحلال والحرام، أو أنها تشمل كل المنظومة كل منظومة المعارف الدينية؟ الشاهد على ما نقول ما ورد في نهج البلاغة من 50 خطبة في التوحيد، وعشرات الخطب في النبوة والإمامة والمعاد والتاريخ والإدارة والاجتماع والسياسة والخلافة وكيفية إدارة الأمة، كل هذه المنظومة المعرفية أين موجودة؟ في نهج البلاغة. تعالوا إلى كتبنا الحديثية، لا أقل يكفي أن ترجعوا إلى كتابي الكافي، تجدون الجزء الأول الجزء الثاني مرتبط بأصول الكافي، الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مرتبط بفروع الكافي، والجزء الثامن مرتبط بروضة الكافي. يعني أنتم عندما ترجعون إلى هذه 600 رواية الموجودة في روضة الكافي تجدون منظومة التوصيات التي جاءت من أئمة أهل البيت في مجمل المعارف ماذا؟ الدينية. هذه المقدمة. إذن منظومة المعرفية في القرآن منظومة ماذا؟ شاملة. منظومة المعرفية في روايات أهل البيت منظومة ماذا؟ شاملة. وعلى مستوى السلوك الخارجي انظروا أن النبي صلى الله عليه وآله انحصر دوره في بيان الحلال والحرام أم أسس مجتمعا دينيا إسلاميا، أي منهما؟ إذن من حيث على مستوى التنظير وعلى مستوى الواقع العملي والسلوكي نجد أنه منظومة كاملة وأمروا بتطبيقها في حياة الناس. انظروا مرة الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: يا أيها الرسول لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه منظومة مرتبطة ببيان النظرية، لأن الآية ماذا قالت؟ لتبين. رسول الله هم يصعد المنبر ويقول: هذا واجب، هذا حرام، هذا هو التوحيد، هذا هو المعاد. أما أمر في هذه الآية بتطبيق ما بين أو لم يؤمر؟ الجواب: لا توجد في الآية أمر بالتطبيق، ولكن عندما يقول: خذ من أموالهم صدقة، هذا بيان ولا تطبيق؟ هذا عندما يأمره خذ، هذا خذ بيان ولا تطبيق؟ هذا من الواضح بعد ليس بيان النظرية. القرآن الكريم كما أمر رسوله بالبيان والتبيين والتنظير والتأسيس، أمره ماذا؟ ها؟ بالتطبيق. إذن على مستوى القرآن، على مستوى النظرية، على مستوى النظرية قرآنا ورواية، على مستوى التطبيق نجد السلوكا خارجيا أنه عندما نأتي الأمير المؤمنين، مو أنه فقط قل للناس يقولوا لا إله إلا الله يفلحوا، هذا بيان. أما ماذا قال رسول الله؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يعني فقط بيان النظرية له تطبيق؟ تطبيق. أقاتلكم على تنزيله، وعلي ماذا؟ يقاتلكم على تأويله. لماذا؟ فليأتي أمير المؤمنين ويصعد المنبر يبين التأويل، لماذا يقاتل؟ الجواب: لأنه النظرية شيء والتطبيق ماذا؟ إذن نحن على مستوى السلوك الخارجي وعلى مستوى التطبيق نجد أن رسول الله كما أمر بالبيان والتنظير أمر ماذا؟ بالتطبيق. على مستوى حياة أمير المؤمنين وخلافة أمير المؤمنين أيضا كذلك. سؤال: التجربة
النبوية والتجربة الولوية استمرت لمدة تقريبا 329 عاما، يعني إلى عصر الغيبة، تمام عصر الغيبة الصغرى. بعد ذلك انتقلت المسؤولية لمن أعزى؟ إلى 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 المؤسسة الدينية، إلى المرجعية، إلى من قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن الإمام سلام الله عليه عندما أراد أو اقتضت الحكمة الإلهية أن يغيب ترك الأمة سدى، أم عين لهم من يرجعون إليه؟ جيد جدا. من هم الذين عينهم؟ رواة الحديث، أتكلم بلغة النص الحديثي، رواة الحديث. سؤال: عندما قال لهم أنتم تكونون نواب عني في عصر الغيبة إلى أن يأذن لي الله بالظهور، فقط بعض الأعمال يقومون بها أو كل ما أوكل إليه لابد أن يقوموا بها؟ إذن عليهم أولا التنظير لمجمل المعارف الدينية، وثانيا أن يسعوا لماذا؟ لتطبيقها في الحياة. إذن ما هي مواصفات المرجع الديني في عصر الغيبة الكبرى؟ تنظير في ماذا؟ فقط في الحلال والحرام، يكتب رسالة عملية ويجلس في بيته ولا نعرف عنه شيئا إلا أن تقبل أيديهم، هكذا نعرفه؟ هذا هو السلوك الأئمة كان؟ هذا هو أم كانوا في كل يوم الجمعة عندما كان مبسوط اليد رسول الله هو يصلي الجمعة حتى لا يضع نائبا، هو رسول الله يصلي الجمعة، أمير المؤمنين هو يصلي الجمعة أو ينيب أحدا عنه؟ إذن أنتم عندما ترجعون أولا على مستوى التنظير فهناك قصور، بل لعله تقصير كامل في عدم الإحاطة بمنظومة المعارف الدينية. والشاهد على ما أقول، التفتوا لي أعزائي، والشاهد على ما أقول هو أنه عندما تنظرون إلى تراث الأعلام المعاصرين 99%، 95%، 97% لا توجد إلا في دائرة صغيرة من المعارف الدينية، وهي الحلال ماذا؟ والحرام، يعني الرسالة العملية، وذاك أيضا بأضعف حلقاتها، لأنه هاي منظومة الحلال والحرام فيها بعد فردي وفيها بعد ماذا؟ اجتماعي، وهاي الرسالة العملية البعد الفردي والبعد الاجتماعي البلبرد. إذن حتى في الحلال والحرام هم لم يستوعبوها، وإنما أخذوا جزءا ضعيفا وقليلا وصغيرا منها وبحثوا، وهو كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تدفع الحقوق الشرعية، كيف تعطي الخمس، كيف تعطي الزكاة، كيف تتطهر، كيف ما هو النجاسة إلى آخره. أما الأبعاد الاجتماعية، يعني بعبارة أخرى ما قاله سيدنا الشهيد السيد أبو جعفر محمد باقر الصدر، يعني الفقه الاجتماعي يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، هذه أمامكم الآن. إذن هؤلاء أولا لخصوا كل المعارف الدينية في الفقه، يعني في الفقه الأصغر، يعني في الحلال والحرام، وثانيا لخصوا كل فقه الحلال والحرام في البعد الفردي، ومن هنا غاب الدين والمعارف الدينية عن الحياة الاجتماعية للناس. Thank you.